بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهرست الشيوخ والأسانيد للإمام العلامة المحدث شيخ الإسلام السيد علوي بن عباس الملكي المكي الحسني رضي الله عنه، جمعه ورتبه الإمام العلامة المحدث شيخ الإسلام السيد محمد ابن علوي الملكي الحسني رحمهما الله ونفعنا بعلمهما. محتوى الكتاب: مقدمة المؤلف. القسم الأول: شيوخ القراءة والتربية والتعليم. السيد عباس الملكي، الشيخ محمد علي الملكي، الشيخ جمال الملكي، الشيخ عمر حمدانو أو حمدان المحرصي، الشيخ أحمد ناظرين، الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، الشيخ عيسى رواس، الشيخ محمد العربي التباني، الشيخ محمد يحيى أمان، الشيخ حسن السناري، الشيخ أمين سويد الدمشقي، الشيخ عبد الله حمدوه، الشيخ أحمد التيجي. القسم الثاني: بقية الشيوخ. السيد إبراهيم الراوي، الشيخ إبراهيم الغلاييني، السيد أبو بكر بن سالم البار، السيد أبو بكر الحبشي، السيد أبو بكر الثقاف قرصي أو قرصي يحرر، الشيخ أبو بكر بن عبد الله الملا، الشيخ أبو الخير الميداني الشريف أبو العباسي أحمد السنوسي، الشيخ أبو النص خلف، الشيخ أحمد البساطي المدني، الشيخ أحمد البلغيثي، الشريف أحمد التبر، الشيخ أحمد حسن زهر الليالي وزهر الليالي، الشيخ أحمد بن خالد الزكاري ويحرر، الشيخ أحمد سليم الحموي، الشيخ أحمد المخللاتي، الشيخ آدم الباقوي هكذا أو الباقوري يحرر، السيد إسماعيل بن مهدي الغرباني أو الغرياني يحرر، الشيخة أمة الله الدهلوية، الشيخ أمين خطاب السبكي، الشيخ محمد أمين فود، الشيخ محمد أنور شاه الكشمير، الشيخ محمد بخيت المطيعي، الشيخ بهاء الدين أفغاني، الشيخ حسن الشعر، السيد حسين أحمد المدني، الشيخ محمد الخضر حسين المالكي، حسين المالكي، الشيخ محمد الخضر الشنقيطي، الشيخ خليل الخالدي، الشيخ خليفة النبهني، الشيخ راغب الطباخ، الشيخ محمد زاهد الكوثري، السيد زكي البرزنجي، السيد زيني كتبي، السيد سالم بن حفيظ، الشيخ سالم شفي ويحرر، الشيخ سعيد دون اليماني، الشيخ سلامة العزمي، الشيخ سليمان الغزاوي، الشيخ محمد عابد المالكي، السيد عباس محمد أمين رضوان، الشيخ عبد الله الحكيمي ويحرر الضبط، الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد، السيد عبد الله الشاطري، الشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري، الشيخ عبد الحفيظ الفسي، السيد محمد عبد الحي الكتاني، الحبيب عبد الرحمن بن عبيد الله الثقافي، السيد عبد الرحمن بن محمد الأهدل، الشيخ عبد الرزاق الحموي، الشيخ عبد الستار الدهلوي، السيد عبد القادر بن محمد الثقاف، الشيخ عبد القادر الشلبي وشيلبي حرر، الشريف عبد الكبير الصقلي، السيد عبد المحسن رضوان، السيد علوي بن طاهر الحداد، الحبيب علوي بن شهاب، السيد علوي بن محمد بن طاهر الحداد، السيد علوي بن محمد المحضار، السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي، السيد علي بن علي الحبشي المدني، الشيخ علي بن الطيب المدني، الشيخ علي بن الظاهري، الحبيب عمر بن احمد بن سميط وسميط، الشيخ عمر باجنيد وباجنيد، الشيخ عمر بري المدني، السيد عيدروس بن سالم البار، الشيخ عيسى البيانوني، الشيخ قاسم القيسي، الشيخ محمد عبد الله العقوري وحرر، الشيخ محمد بن عوض بفضل، الشيخ محمد عبد الله زيدان الشنقيطي، السيد محمد بن هادي الثقاف، الشيخ محمد بن الطيب المراكشي، الشيخ محمد المجتبى الشنقيطي، الشيخ محمد مختار عطارد، الشيخ محمد مربيه ربه الشنقيطي، السيد محمد المرزوقي، السيد محمد زباره، السيد محمد مكي الكتاني، الشيخ محمد نجيب سراج الدين، الشيخ محمد الف هاشم، الشيخ محمود العطار، السيد مصطفى بن احمد المحضار، الشيخ مصطفى الحمامي، الشيخ يوسف بن اسماعيل ابن اسماعيل النبهاني. خاتم في ذكر بعض الشيوخ في المدرسه: السيد شيخ ابن محمد او شيخ ابن محمد سعيد حمدي المكي، السيد حسين بن عبد العزيز المالكي، الشيخ عبد الغني بشير عبد الغني بشير، الفارس العام فارس الأدبات والأسانيد، فارس المترجمين ألف بائيا. محتوى الكتاب: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.